الحمد لله أنك فرح. كادت أن تطير قبعتي. زيد، ستهب رياح عاتية. لنبحث عن مخبأ لنا. لطفك يا الله، يبدو هذا اليوم عاصفا جدا. هيا يا أستاذ، انت على حذائك المطاطي. من الجميل أن تذهب للمشي في العاصفة. اسمع يا خفوش، إذا كنت تريد اللهو فاذهب، أما أنا فسوف أكتفي بقراءة هذا الكتاب المفيد جدا. فهمت؟ أذكر جيدا الرياح القوية التي هبت بقوة في العام الماضي، فقد كادت أن تطيح بنا وبالجريسات لولا لطف الله وعنايته. أعتقد أن شيئا ما حدث للزهرات. يبدو أن الجريسات قد ضعفت جذورها. هيا بنا لبنى فلنتحقق من الأمر. ما معنى هذا؟ ما الذي يحدث؟ وما أدراني أنا. انظر إلى زهرة المنقط هناك، يجب أن تنتبه لأغصانك. يبدو أن الهواء يسبب ذلك. تكون ذلك لأنك لا تريد أن تعمل. لقد اقتلعت أعتقد من الرياح. هذا ما قلته تماما. هيا يجب أن نعيد زراعتها. لا يمكن زراعتها الآن، فهي في حالة سيئة. من الأفضل أن يراها عمي. ومشعرنا بانتباه وتمهل عبر الدهليز المظلم والبارد. لا أستطيع أن أحتمل هذه العاصفة. ماذا تفعل في الأعلى؟ أنا أبتكر طريقة جديدة لتسلق السلالم. نعم. الغراء. 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 تفضل عمي. هذا يكفي، إنه رائع. سبحان الله، يبدو أن الغراء والجبس يجفان بأسرع مما توقعت. المرفق. 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 بارك الله فيكما. أحسنت أستاذ. الحمد لله يا خفوش. لا تجلس على الجريسة، فقد تلتصق بها. حسنا لن أجلس. من الأفضل لي أن أذهب الآن. يا الله. هيا بنا لبنى فلنذهب ونعد زرع الزهرة. بني لا تستعجلا، فالجريسات تحتاج إلى عناية خاصة، ولكنني أعرف كيف، فقد قرأت عنها. أستاذ أنت لا تحب الابتعاد عن المنزل، فأنت دائما منهمك في القراءة والاختراعات. قوس المطر خلف الجسر مباشرة، سنذهب إليه عبر الغابة. أرجوكما توقفا،
أنا أشعر بدوار. تحتاج إلى الراحة. اتبعوني سأريكم شيئا. إنه آخر اختراعاتي، سترة تعقب الرائعة. عندما ألبسها سأتمكن دائما بإذن الله من إيجاد طريق العودة إلى البيت. هاي خفوش، الآن أريد منك أن تبقى هنا وتحرس طرف الحبل هذا. ولكن لا تطرد أبدا، فأنا أعين لك عملا مهما. إذا حل مكروه بالحبل وانحل لا سمح الله. الله أعلم، لقد ابتعدنا أميالا وأميالا عن الكوخ الآن. ولكننا نسير منذ ثوان قليلة فقط. ما هذا؟ هذه أنا يا عمي، لقد دست على غصن. اسمعها لبنى، أهذه أنت؟ لا يا عمي، ولكنني أعرف ما هذا. هيا ابتعد من هنا حالا. ماذا تظن نفسك فاعلا؟ هذا لي. لا، انه ليس لك، ابتعد. ما الجريسك؟ بارك الله فيك يا اخي. ما الأمر يا عمي؟ لا شيء، إنه مجرد خطأ بسيط يحدث لكل الاختراعات الجديدة. لابد أنه علق بشيء ما هناك. يجب أن نشده. إنه ليس لك، إنه للأستاذ. بيضون، قلت لك ابتعد ولا تزعجني. هيا. إنه للأستاذ. أشعر بالدوار. اترك اترك اترك، ستوقعني في وضع لي لي. الحمد لله، لقد توقف ذلك، فقد كدت أن هيا يا زين، علينا أن نساعد الأستاذ. هيا بنا. لهذا السبب لا أغادر البيت. الحمد لله وصلنا إلى مرج قوس المطر. أجل، ولكن ماذا حل بالزهرة؟ أعتقد أنني أعرف ماذا حل بها. ماذا؟ لقد حطت على أغصاني. شكرا. ما زالت بخير والحمد لله، أليس كذلك يا عمي؟ الحمد لله. الآن علينا زرعها في أسرع وقت ممكن. الحمد لله. الحمد لله. غلطتك. بل أنت. لا، أنت السبب. لحظة، إنها زهرة، لابد أن الأستاذ قد زرعها من جديد. هذا يعني أن كل شيء يمشي على ما يرام، وأنا لم أخطئ في أي شيء. الحمد لله. انتظرني. ما شاء الله، رائعة. ما شاء الله. سيئة. ماذا؟ ليست الزهور هي السيئة، بل إن سترتي لم تعمل كما يجب. لقد تعطلت، وأنا أشعر بالأسف الشديد لذلك. توكل على الله يا أستاذ وخذ نفسا عميقا. الحمد لله، إنني أشعر بتحسن الآن. الحمد لله أنكم تمكنتم من زرع الزهرة. خفوش، أتعلم ماذا حل بسترة التعقب الخاصة؟ ماذا قال؟ قال إنه مجرد خطأ بسيط يحدث في العادة مع الاختراعات. ولكن وبإذن الله سترة التعقب الجديدة المعدلة ستكون أفضل بكثير. هذا صحيح، بإذن الله سأصنع سترة جديدة ومميزة. ألم أذهب إلى البيت؟
أفعل ذلك يا خفوش، لكن دعنا نبقى قليلا بعد.